السلام عليكم طلبة وطالبات مقرر أسس مكافحة. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على طريقة أخرى لمكافحة أمراض النبات، وهي استخدام العوائل المقاومة. كلمة عوائل مقاومة هي بتدل على علاقة ما بين العائل وما بين المسبب المرضي. يعني معنى إيه؟ إن المسبب المرضي لما بيبدأ يهاجم النبات، النبات ما بيقعدش ساكت، بيبدأ يعمل رد فعل ليه. ردود أفعال النبات دي بتختلف على حسب طريقة أو وراثة مقاومة النباتات للأمراض النباتية اللي بتهاجمها. فإحنا ممكن نقسم طبيعة المقاومة بتاعة النبات ضد الممرضات لنوعين أساسيين. لا إما النبات دوت هيرفض تواجد المسبب المرضي من مجرد ما يوصل على السطح، ما يخلوش يدخل خالص جوه النبات، وفي الحالة دي أنا بسمي النبات ده نباتات منيعة أو نباتات اميونو، اللي هي النباتات اللي بترفض وبتمنع من وجود المسبب المرضي داخل أنسجة العائل بتاعها. المقاومة هنا بترجع لوجود بعض الخصائص اللي بتخلي الممرض ما يقدرش يدخل داخل النبات. النوع دوت من المقاومة أنا بسميه النون هوست ريزيستنس، أو مقاومة غير العائل. ودي احنا بنشوفها طبيعي مع عدد كبير جدا من الممرضات على العوائل النباتية. على سبيل المثال، الخيار ممكن ان هو يتصاب بمجموعة من المسببات المرضية، لكن مش شرط انه يتصاب بكل الأمراض اللي موجودة على الساحة في الحقل. كذلك الطماطم، كذلك القمح، يبقى في مجموعة من الأمراض العائل بيستقبلها، لكن في العدد كبير من الأمراض اللي يقدر ان هو يرفض تواجده داخل العائل. يبقى في الحالة دي احنا بنقول النبات القمح قابل للإصابة بالأصداء، لكن بيرفض الإصابة بالعديد من الممرضات الأخرى اللي ممكن تبقى متواجدة على عوائل نباتية أخرى. يبقى المرض ده العائل بتاعه مش القمح غير مناسب ليه، يبقى العائل القمح غير عائل لهذا المرض. طيب في حالة إن النبات قدر الممرض إن هو يدخل جواه ويبدأ إن هو يتعامل مع النبات، يعني كسر أول حاجز، كسر أول خاصية في النبات وهي الجدار الخلوي، قدر إن هو يدخل للعائل اللي جوه الأنسجة، يا ترى رد فعل النبات هيكون شكله إيه؟ الحالة دي أنا النبات أصبح قابل للإصابة، بس برضه قابل بدرجات. ممكن عائل يرفض وجود المسبب المرضي إلا في منطقة الخلية اللي دخل فيها، فتلاقيه عمل ريسبونس وموت الخلية العائل المسبب المرضي اللي دخلها، ويمنع من انتشار المسبب المرضي داخل النبات. يبقى العائل ده أنا بسميه ريزيستنت هوست، يعني عائل مقاوم، حس بوجود المرض قدر ان هو يوقف الممرض في مكانه ما يستمرش في الدخول. طب العائل بقى التاني اللي ساب المسبب المرضي يدخل ويغزو ما بين الأنسجة ودخل لغاية اللحاء ولغاية الحزمة الوعائية وبهدل النبات بالكامل، وحصل تطور وبقى عندي موزايك، ولا عندي مع الأمراض الفيروسية، أو حصل نوع من أنواع التطور الأعراض وفيوزاريا وبلوك للخشب، النبات بدأ يتدهور، يبقى ده نبات قابل للإصابة بسميه susceptible host. يبقى معنى كده إن النباتات عندها مجموعة من الأنظمة الدفاعية القوية اللي تقدر إن هي تمنع سواء الإصابة من الأول خالص وبسميه نبات منيع، او ان هو يدخل سنه لغايه اول طبقه من النبات في الطبقه الاوليه من البشره والنبات يحس بوجوده فيقوله لا استوب، لا اما النبات يبقى فاقد لكل الانظمه ويدي الفرصه تماما للمسبب المرضي انه ينتشر جوه النبات، وبالتالي بسميه susceptible host. طيب هل دي بس كل الانواع المقاومه اللي ممكن انا اشوفها، ان يكون اميونو او ان هو يكون ريزيستنت او هوست قابل للاصابه؟ لا، اقول لك لا، في حاجه تانية كمان ان انا بسميها المقاومه الظاهريه او المقاومه المستحسه. تعالوا نشوف ايه المقاومه الظاهريه. عندي نوعين من الطرق اللي ممكن النبات يتغلب بيها على الاصابه، لان ان هو يهرب من الاصابه او ان هو يتحمل المرض. الهروب من الاصابة يعني العائل هيحصل فيه اصابة، لكن نظرا لان الوقت اللي حصل فيه الاصابة دوت مش مناسب لتواجد
استمرارية الإصابة، ان مثلا ان النبات يبدأ ان هو يكون في مرحلة عمرية مش مناسبة لاستمرار الإصابة فيه. الممرض مثلا عايز مرحلة إزهار والإصابة حصلت في بدري شوية في ميعاد النبات وهو لسه في نموه الخضري. يبقى هنا مجموعة من العوامل البيئية أو الصفات النباتية اللي بيتحكم فيها بعض النباتات بتحول من دون وصول المسبب المرضي للمكان المناسب أو الوقت المناسب للإصابة على العائل النباتي. يبقى احنا هنا هربنا من الإصابة. طبعا هنا العامل البشري بيلعب دور كبير جدا في ان هو يساعد النبات من الهروب في الإصابة، ان انا ازرعه في وقت يبقى غير ملائم للممرض وبالتالي ما يوفرلوش العمر المناسب للإصابة او الظروف البيئية المش مناسبة للإصابة. فهنا يعني العامل البشري بيلعب دور مع النبات في مقاومته للمرض. اما فكرة بقى تحمل النبات للمرض فدي برضو بتبقى راجعة لمقدرة النبات نفسه انه يحاول يأخر من خطورة المرض جواه، فما يحصلش إصابة جديدة في الآخر تأثر لي على المحصول. يبقى هو النبات حصل اوريدي الإصابة والممرض دخل وبيحاول انه يعمل بروجريس، لكن النبات بيحاول يتغلب عليه كل مرة شوية بشوية عشان يوصل لمرحلة الموسم الثمار ويديني محصول جيد. فبسمي النبات دوت نبات توليرانت، متحمل للإصابة. والأعراض بتاعة الممرض بتبقى أعراض خفيفة على العائل، مش هيوصل للأعراض الشديدة اللي بنسمع عنها في الأمراض الجامدة جدا، أو إن هي تبقى أعراض متخفية تظهر وقت وتختفي في وقت، أو ممكن يكون النبات ده حامل للمرض بس مش ظاهر عليه أعراض شديدة أو الأعراض الخطورة عليها. فبيحصل عندي نوع من أنواع الأعراض المتخفية اللي هي بسميها latent infection، وطبعا دي بتلعب دور خطير في استخدام العوائل اللي بالشكل ده في الزراعة. يعني هسيب لكم المجال للتفكير ليه الاستخدام العوائل ديت بيبقى ليه خطورة اللي هي التوليرانت، بالرغم ان هي بتبقى في الاخر متحملة للإصابة، الا ان هي مصدر اخر للخطورة على المحصول. هنجاوب عليه مع بعض في خلال المحاضرات القادمة، بس خلوه في ذهنكم ونفكر فيه مع بعض ليه يكون مصدر الخطر. طيب معنى كده ان احنا برضو رجعنا تاني لنفس الفقرة، ان النبات عنده أنظمة من الدفاع والحماية اللي بتساعده على التغلب على الممرضات. فعلا النباتات عندها نوعين من أنظمة الحماية، لا اما عندي حماية أنظمة دفاع حماية موجودة طول الوقت ودائمة اللي هي بسميها الكونستيتيوتيف ديفنس او الباسيف ديفنس، او مجموعة من الانظمة المستحسة بيستعملها النبات كرد فعل لوجود الاسترس او الكائن الضار اللي موجود عنده. يعني معنى كده ان هي ما بتنشطش بصفة دائمة داخل النبات، هي بتنشط بس لما تحس بوجود الخطر بتاع المسبب المرضي. طب انظمة الدفاع ديت انواعها ايه؟ لقينا ان هي عندنا نوعين اساسيين، لا اما انظمة دفاع ميكانيكية او انظمة دفاع كيماوية. والنوعين من انظمة الدفاع سواء الدفاع باسيف او الاكتيف الاثنين فيهم الطريقتين الميكانيكية والكيماوية. لما اقول انظمة دفاع موجودة طول الوقت او دائمة ميكانيكية يعني مرتبطة بالاعضاء وانسجة النبات اللي موجودة فيها. لو قلت أنظمة دفاع كيماوية يعني متعلقة بإنتاج مواد كيميائية ليها تأثير السلبي على نمو الكائن الممرض اللي موجود داخل النبات. تعالوا نتكلم كده بوضوح أكتر ونشوف كل نوع شكله إيه. أول حاجة أنظمة الدفاع اللي موجودة بشكل دائم في النبات اللي هي الباسيف ديفنس. الباسيف ديفنس اتفقنا إن هي موجودة بشكل طبيعي، ربنا اللي خلقها جوه النبات، فبالتالي هي تراقيب موجودة في أنسجة النبات أو التركيب موجود أساسا وبيمثل دفاع تركيبي هو طبقة الكيوتيكل اللي موجودة في الخارج. كل ما طبقة الكيوتيكل أو طبقة الشمع اللي موجودة في على مغطية خلايا البشرة تكون سميكة وقوية كل ما هتكون وسيلة دفاع قوي ضد أي مسبب مرضي. على سبيل المثال نبات الصبار، شوفوا طبقة الكيوتيكل بتاعته سميكة قد ايه. مين من المسببات المرضية اللي هيفضل يفرز مجموعة من الانزيمات المحللة او يحاول يعمل اختراق مباشر لهذه الطبقة من الكيوتيكل؟ ف
فبالتالي دي اول وسيلة دفاع تركيبي موجودة ربنا خلقها بشكل طبيعي على النبات. كذلك عندنا الشعيرات، بعض النباتات بنلاقي عليها مجموعة شعيرات كتير، نباتات تانية ما عليهاش شعيرات. يا ترى الشعيرات دي بتلعب دور او بتلعب دور في حماية النبات، لان هي هتقلل فترة انبات الجراثيم او منع وجود الجراثيم على سطح الورقة، وبالتالي انباتها ويدخلها لإحداث الاصابة. عدد فتحات الصغور اللي موجودة على النبات، النبات اللي عنده صغور كتير يعني عنده منافذ كتيرة تدخل منها المسببات المرضية لداخل النبات. لو قل عدد الصغور هتقل فرص دخول المسببات المرضية. مش بس كده، ده ميعاد فتح وغلق الصغور كمان بيلعب دور في تقليل او زيادة الاصابة بالمسببات المرضية. يبقى دي كلها تراكيب طبيعية ربنا خلقها في النباتات بشكل طبيعي بتقدر تعمل عملية دفاع للمسبب المرضي، فبسميها طرق الباسيف بس الناحية تركيبية. طب ايه الطرق برضو الطبيعية اللي ربنا خلقها بس ليها تأثير كيميائي على المسبب المرضي؟ ان هي برضو بعض النباتات بتنتج مركبات اثناء عمليات الحيوية، مركبات سنوية ما بتحتاجهاش داخل النبات، فبتطردها على سطح النبات من بره. المركبات اللي بتطردها بره ديت على السطح بيكون لها التأثير السام على المسبب المرضي، زي ما كان مثلا حامض الكلوروجينيك اللي ده احد المركبات الفينولية اللي لقوا ان هو بيأثر على مرض جرب العاجي في البطاطس وبيقلل من تواجد المسبب المرضي، او ان بعض المركبات الاخرى اللي بتؤثر على ان هي تطرد او ميحصلش الجذب للمسبب المرضي للنبات بتاعي فبتديله صفة الايه المقاومة. يبقى دي الأنظمة الدفاعية الباسيف. طيب ايه بقى المقصود بالأنظمة الحماية او الدفاع المستحس؟ زي ما اتفقنا هي في بعض الوسائل اللي جوه النبات او جوه الخلية اللي ما بتنشطش الا لما تحس بوجود الخطر. مجرد ما حست ان حصل استرس سواء من بايوتك او ابايوتك ايجنت تبدأ ان هي تنشط وتبدأ ان هي تدافع عن نفسها ضد المسبب المرضي اللي دخل. برضو اتفقنا ان في مجموعة من التغيرات الميكانيكية اللي بتلعب دور في شكل الخلية والعوامل اللي بتتكون جواها، وفي بعضها الكيميائي. تعالوا نشوف ايه هي انظمة الدفاع الاكتف ديفنس اللي في شكل ميكانيكي، زي مثلا ان النبات يلجأ انه يزود حبة لجنين او سليلوز اكتر في الجدر الخلوية بتاعته عشان يقلل فرصة الدخول المباشر للمسبب المرضي، او ان هو يسد الفراغات اللي موجودة ما بين الخلايا، او يعمل مجموعة من الخلايا الفلين. ان هي النباتات لما بتيجي تتعرض لأي جرح او اي اصابة ميكانيكية اثناء المعاملات الزراعية ممكن وجود الجروح دي تبقى مصدر لدخول المسبب المرضي، فهو النبات بيحس ان الجرح ده موجود يقوم عامل عليه من بره طبقة من الفلين عشان يمنع من وصول المسبب المرضي، او يحجز ما بين الانسجة السليمة والانسجة المريضة عشان يمنع من انتشار المرض في المنطقة دي. بعض النبات التاني افراز الصموغ، لما بنلاحظ وجود الصمغ بره على سطح القلف بتاع الاشجار ده معناه ان النبات بيتعرض لستريس وبيحاول يطرد الضرر بتاعه دوت، او ان هو يمنع من استمرار وجود المسبب بافراز الصموغ عشان تسد الجروح وتسد الاماكن اللي ممكن يدخل منها المسبب المرضي. بعض المسببات المرضية التانية لما بتدخل للنبات والنبات يحس بوجودها تبدأ تعمل طبقات فاصلة، يعني تقوم جاية كده عند مكان الإصابة وتحيط بالمسبب المرضي وتقوم موقعة الورقة في البقعة اللي مات فيها المسبب المرضي، يبقى البقعة اتكونت على الأوراق والبقعة دي تنفصل عن النسيج النباتي السليم عشان ما يبقاش مصدر لانتقال المسبب المرضي ليها، فبتعمل جاب كده يفصل ما بين النبات المصاب والنبات السليم. او ان بعض المسببات المرضية اللي بتعيش في منطقة الخشب تلاقي النبات كرد فعل ليه انه يكون، بس ايه كرد فعل استحسه المسبب المرضي، يعني مش طبيعي ان هو يبقى يكون تلوزات، لكن المسبب المرضي لما دخل في منطقة الخشب والنبات حس بيه يبدأ يكون مجموعة من التلوزات اللي هي بتنشأ من نمو البروتوبلازم البرانشيمة الخشب، تدخل جوه اوعية الخشب وتعمل
سدود او حاجز امام انتشار مسبب المرض. وفي بعض الاحيان طبعا كمان تمنع من استمراريه الميه في اوعيه الخشب ديت، فالنبات بيتعرض للذبول او موت جزئي وبالتالي بيهرب من الاصابه بالمسبب المرضي. طريقه تانية من الدفاع ان في منطقه البشره عند منطقه الغشاء البلازمي يبدا ان هو برضو الغشاء البلازمي يحيط بمكان الهيفات اللي بتخترق بتاعه المسبب المرضي للنبات، ويدخل بيه للداخل كده ويعمل مجموعه من النتوءات الداخليه اللي احنا بنسميها البابيليا او الحلمات اللي بتحيط بالمسبب المرضي، ما تخليهوش يكمل عملية الاختراق بتاعته داخل النبات. يبقى ده من مجرد ما انبوب الانبات بس بتاع الجرثومة ينبت ويحاول انه يدخل جوه الخلية النباتية، يحصل على طول تنبيه في منطقة الجدار الخلوي لخلايا البشرة، ويبدأ انه يحيط بمنطقة انبوب الانبات، ويبدأ انه يوقفه في المنطقة اللي ما بين الغشاء البلازمي وما بين الجدار الخلوي، ويمنع من اختراق المسبب المرضي. هنا الصورة دي بتوديكوا كل الأشكال اللي احنا حكينا عليها، سواء تكوين طبقات الفلين، تكوين اللوزات، تكوين طبقات فاصلة ما بين النسيج المصاب والنسيج السليم عشان تمنع من انتشار المرض. كل دي نماذج ميكانيكية لمقاومة أنظمة دفاع مستحسة داخل النبات. وبرجع أكرر تاني، دفاع مستحس يعني مش ديت موجودة بشكل أساسي في النبات، ده النبات بيبدأ يكونها بعد ما يحس بوجود المسبب المرضي. بعد ما تعرفنا على طرق الدفاع المستحسة التركيبية، برضو النبات بيعمل بعض طرق الدفاع المستحس من خلال إفراز بعض المركبات الكيميائية اللي بتأثر على المسبب المرضي وتواجده. احنا عارفين النبات بالطبيعي في بعض المركبات الفينولية، لكن بعد الإصابة النبات بيحس بوجود انه يفرز زيادة من هذه المركبات الفينولية، واللي بيبقى ليها تأثير سام على المسبب المرضي، او في بعض الاحيان بيفرز كذلك بعض المركبات الاخرى اللي بتعمل كمضادات حيوية زي الفايتو ألكسنز. مش بس كده، ده كمان النبات ممكن ان هو يثبط من انزيمات المسبب المرضي اللي بيفرزها بداخله، او ان هو يوقف تأثير السموم اللي بيفرزها المسبب المرضي، زي مثلا سطر الفيوزاريوم لما بيفرز الحمض الفيوزاريك اسيد، النبات بيحوله لصورة خاملة بانه بيتحد مع مركبات اخرى، وبالتالي بيصبح مركب غير سام ولا يؤثر على النبات. من اقوى ردود فعل النبات ضد الاصابة هو وجود رد الحساسية المزائدة اللي هو الهايبر سنسيف رياكشن. النوع ده من الدفاع بلاحظه في النباتات المقاومة اللي هي بتحمل اساسا جينات المقاومة، ان بمجرد دخول المسبب المرضي بيبدأ النبات بالحس بالخطر، وتبدأ الجينات ديت ان هي تعمل وتبدأ ان هي تمنع من تقدم المسبب المرضي وتموت الخلية اللي دخلها الفطر او الفيروس، وتبدأ ان هي تحمي بقية اجزاء النبات من الهجوم بتاع المسبب المرضي. الخلية اللي بتموت ديت هي بتموت نظرا لان النبات بيفرز فيها مجموعة من المواد الضارة زي الفينولات بكميات اكبر، او ان هو بينشط بعض العمليات الحيوية اللي بتنتج مركبات اكسدة عالية، وبالتالي الخلية اللي بيحصل فيها الإصابة بتموت. لكن مجرد موتها دوت بيخلي في مجموعة من المؤشرات اللي هي السيجنالز اللي بتخرج وتروح تنبه بقية الخلايا الحية الأخرى اللي موجودة في النبات علشان تبدأ إن هي تكون في وضع دفاع ضد المسبب المرضي. مجرد ما خرجت المؤشرات ديت من مكان الإصابة وراحت تخلي تنبه بقية الخلايا الأخرى، أنا بسميها المقاومة الجهازية المكتسبة. سواء الحساسية المفرطة او المقاومة الجهازية المكتسبة، الاتنين بيلعب فيهم وجود بعض المركبات دور في وقف الاصابة، زي انتاج الفايتو أليكسينات او انتاج البروتينات المرتبطة بالاصابة. من اللفظ ده كده انتاج بروتينات مرتبطة بالاصابة، يعني هي مجموعة من البروتينات ما تنتجش داخل الخلية الا في حالة حدوث ضرر بالخلية او هجوم بالمسبب المرضي.
البروتينات ديت بتبقى عبارة عن مجموعة من الإنزيمات اللي بتهاجم المسبب المرضي وتحلله، سواء كان جدار فطر أو جدار بكتيريا، وتقدر إن هي توقف من وجود المسبب المرضي داخل الخلايا. أوكي، يبقى إحنا كده اتعرفنا على أنظمة الدفاع وعرفنا إزاي النبات بيدافع عن نفسه. لكن المظاهر الدفاع دي خلتنا نقول طب ليه النبات لو هو ما عندوش أنظمة دفاع دائمة اللي هي الباسيف ديفنس اللي ربنا بيخلقها له بشكل طبيعي، وبيبقى عنده مجموعة من الأجهزة الكامنة اللي ما تثارش إلا لما يحصل إصابة، ليه أنا ما أخليش النبات دايما في وضع دفاع ضد لنفسه ضد المسبب المرضي؟ من هنا جه نشأ مصطلح المقاومة المستحثة. يبقى الغرض من المقاومة المستحثة، ودي كانت الرابع نوع من أنواع المقاومة اللي ممكن أشوفها على النبات، إني برفع من كفاءة النبات وأنظمة الدفاع بتاعته بحيث إن هي تكون في وضع استعداد لمهاجمة لرد فعل هجوم المسبب المرضي. أنا برفع مقاومة النبات إزاي؟ إن أنا برشه ببعض المركبات الكيميائية او اعامله ببعض المحفزات المختلفة. المحفزات دي انا بسميها الانديوسر. عندي انواع من المحفزات، اما ان هي محفزات كيميائية بستخدمها على النباتات، او محفزات طبيعية زي المستخلصات النباتية المختلفة. دول الاتنين دول مجرد اني انا بستخدمهم وارشهم على المجموع الخضري علشان احس اجهزة الدفاع جوه النبات ان هي تشتغل، فانا بسمي النوع دوت من المقاومة المقاومة الجهازية المكتسبة. يبقى النبات اكتسب مقاومة نتيجة لاستخدام الانديوسرز، وخلى كل خلايا النبات في وضع استعداد لمقاومة المسبب المرضي. اما لو استخدمت المحفزات ديت اللي هي الانديوسر بشكل بيولوجي، يعني كائنات حية دقيقة نافعة، وفي الحالة دي طبعا انا بضيفها على التربة، وفي منها اللي بيرش على المجموع الخضري، بس وجودها في التربة بيحسن من نمو النبات وفي نفس الوقت بيحسن من المقاومة بتاعتي، فبسميها induced systemic resistance اللي هي الاي اس ار. يبقى انا عندي نوعين، السيستميك اكوايرد ريزيستنس والانديوس سيستميك ريزيستنس. في الحالتين هي استجابة سريعة مبرمجة للحس النباتات على المقاومة ضد المسبب المرضي. طبعا انا قلت سريعة لان هي بتخلي النبات في استجابة سريعة ضد المسبب المرضي، مبرمجة لان هي بتمشي بمراحل، بتبدأ ان هي تحس النبات واحدة واحدة من خلال مجموعة من الاشارات اللي هي بتحس النبات على ان هو يحفز اجهزة الدفاع جواه. طب ايه هي بقى الاجهزة الدفاع اللي بتشتغل؟ ان هو يكون انزيمات تقاوم المسبب المرضي، ان هي تكون فايتو أليكسنز، تزود شوية من مستوى الفينولات داخل النبات، لان الفينولات بدورها بتحرم الفطريات من البروتينات، بتمنع من عمليات الفسفرة، وبالتالي بتمنع من وجود الطاقة للفطريات، بتثبط الانزيمات اللي بتفرز من الفطريات. يبقى الفينولات بتلعب دور مهم جدا، غير ان هي سامة بشكل مباشر على المسبب المرضي، لا ده كمان بتحرمه من بعض الوظائف الاخرى، وبالتالي بتوقف من تطور المرض. ممكن برضو المحفزات اللي انا برشها وبحس بيها النبات للمقاومة تنبه النبات انه يكون زيادة لجنين او سيلولوز اكتر علشان يمنع من وجود المسبب المرضي، لان اللجنين برضو ليه دور في انه يحس النبات على انه يكون مجموعة من البروتينات الخاصة بالاصابة، او ان هو بيمثل مقاومة ميكانيكية ضد اختراق العائل، وكذلك ضد انزيمات الفطريات اللي بتنتجها علشان تخترق العائل بتاعها. يبقى ديت الاليات الاساسية اللي ممكن تعتمد عليها النباتات في عملية الحس للمقاومة. معنى كده ان احنا عندنا نوعين من انواع المقاومه المستحثه زي ما اتفقنا، السيستميك اكوايرد ريزيستنس والانديوس سيستميك ريزيستنس. الاختلافات ما بينهم، اولا ان السيستميك اكوايرد ريزيستنس بستخدم مجموعه من المحفزات الكيميائيه او الطبيعيه اللي بطبقها على المجموع الخضري، اما الانديوس سيستميك ريزيستنس بتعتمد على المحفزات البيولوجيه، يعني البايو ايجنتس اللي بستخدمها في التربه عشان تحسن من نمو النبات وتقدر ان هي تحس اجهزة الدفاع داخل النبات للمقاومة.
الاختلاف التاني بينهم نوع الإشارة. احنا اتفقنا ان مجرد ما النبات ما بيحس باختلاف ويبدأ يحصل عنده حس للمقاومة، الخلية اللي بيبدأ عندها الإنذار بتبدأ ترسل مجموعة من الإشارات عشان تنبه بقية الخلايا الأخرى. نوع الإشارة في السيستميك اكوايرد ريزيستنس هو حمض الساليسليك أسيد، أما في الإنديوس سيستميك ريزيستنس الجاسمونيك أسيد والإيثيلين. السيستميك اكوايرد ريزيستنس آلية العمل بتاعتها هي نفس كل الآليات الخاصة بالهايبر سنسيتيف رياكشن وإنتاج البروتينات المرتبطة بالإصابة وإنتاج الفايتو أليكسنس. وزي ما قلت لكم أنا ممكن أشوف في السيستميك اكوايرد ريزيستنس مظهر الهايبر سنسيتيف رياكشن، لان ممكن المسبب المرضي بنفسه هو لما يدخل ويعمل موت للخليه يبعت اشارات للخلايا التانية ان هي تخلي بالها ان المسبب المرضي جاي، فتخلي فيه نوع من انواع المقاومه. اما الانديوس سيستميك ريزيستنس اللي بستخدم فيها البايو ايجنت تحت في التربه ديت ما بشوفش معاها مظهر الصردخ مظهر الحساسيه المفرطه مطلقا، لان النبات بيفضل هيلسي. ده بالعكس، ده النبات البكتيريا او الفطر المشجع للنمو ده بيخلي النبات دايما اخضر وشغال فيه النمو بشكل كويس جدا. لكن في نفس الوقت واحساس النبات بوجود كائن غريب تحت في التربه بيخلي انظمه الدفاع بتشتغل، فبتكون مجموعه من الانزيمات المسؤوله عن المقاومه الفايتو أليكسنس ان هي ترفع مستوى مواد فينوليه، لكن ما شوفش هايبر سنسيتيف رياكشن. دي الفروقات الأساسية اللي ما بين السار وما بين الاي اس ار. طيب طالما اتكلمنا على الاي اس ار ورجعنا تاني لمبدأ استخدام البايو ايجنت اللي هي الكائنات النافعة علشان تعمل حث للنباتات للمقاومة،